خاطرة الأولى أول ما أدخلوني داخل الزنزانة في سرداب القلعة كنت أسمع أحدهم يتمتم وكان يذكر الله سبحانه وتعالى. كنا أحوج ما نكون إلى ذكر الله. حاولت أن أعرف من هذا الشخص باعتبار نحن كنا مصمدين ولا نعرف من معنا في الزنزانة، مقيدين من الخلف ومصمدين ولا نعرف كم شخص معنا في الزنزانة ولا نعرف أين نحن ولا من معنا. وجدتهم يسيئون إلي فكان يحسن إليهم، كانوا يسبوه وكان يدعو لهم. هذه الشخصية جذبتني، يا ترى من هذا الشخص؟ من صاحب هذا القلب الكبير؟ كانوا يتلذذون بسبه وتعذيبه. سلام الله وبركاته. سلام. يا سلام. حياك الله. فكانوا يتلذذون بسبه وتعذيبه وكان يلاطفهم بحلاوة لسانه. بعد مدة عرفت أن هذا الشخص عندما جاءوا يسألونه لكي يقدموا له الدواء فسألوه عن اسمه فذكر لهم، قال لهم صلاح. صلاح؟ قال نعم صلاح الخواجة. صلاح الخواجة كان قمة في الأخلاق في الوقت الذي كانوا يعذبوه وكانوا يشتموه وكانوا يؤذوه كان يدعو لهم وكان يلاطفهم بلسانه وكان يواللهم بالكلام الطيب. فهذا الأمر أدهشني، لأنه عادة في وقت التعذيب ووقت الألم ووقت المعاناة تتولد عند الإنسان روح الانتقام. بينما وجدت الأستاذ صلاح الخواجة كان في داخل سرداب القلعة ولم نخرج بعد، بل لا زال التعذيب مستمر. كان يدعو لهم وكان يلاطفهم وكان يكلمهم بالكلام الطيب. هذه خاطرة أثرت فيني كثير جدا في داخل السجن.